دلوقتي بس انا بشرح لكم الطباعة الاكياس عندنا عامله ازاي. دلوقتي دي الاكياس بتخش على الجهاز الاول، وبعد كده تنزل ان هو على السريلات، وبعد كده المنتج النهائي هوريكم عامل ازاي. بعد كده بعد ما نطبع الاكياس هنا اهو، هتخش هنا اهو، هتتقطع في الاخر، هتبقى بالشكل ده كده. هو هي اتقطعت بقت بالشكل ده. بعد كده بنقفلها بقى في الكراتين بتاعتكم في الشكل ده. اوكي، لو انت عايز تعمل المنتج بتاعك والكرتونه بتاعتك باسمك برضو مفيش اي مشاكل، يعني تبقى كرتونتك باسمك وكياسك باسمك، كل حاجه مع بعض. طب الكراتين دي هتطبع ازاي؟ نفس الموضوع، كله في مكان واحد. هنخش على المكنه دي، هيخش الكرتونه هنا اهو، هتتقلع بالسريلات. هندخل الكرتون من هنا اهو، هيطلع من المكان اللي وريتهولكم دلوقتي حالا. هتخش من هنا اهو، هتلف، هتطلع من نفس المكان ده المنتج النهائي. اوكي، فانت هتاخد كراتينك وكياسك في مكان واحد. من الاخر، شركه يونيفرسال خبره في مجال الدعايه والاعلان من اكتر من 20 سنه.